عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة بإذن الرحمن هنتكلم على حاجة في غاية الأهمية، وهو التطبيق الأكثر عمليا علشان أعمل بلاند ويز أوف بارتنج سترينج عشان أقطع السترينج بتاعي. ده التطبيق الأكثر عملية يعني، أوكي، بالذات لما تبقى مستط ومش عارف تطلع حتى بالفش، فبيبقى دايما بنلجأ له يعني. يعني مش قصدي مش عارف تعمل ريليز للفيش يعني، او مش عايز تعمل ريليز للاوفر شوت، فدايما بنلجأ له كحل اخير يعني، الا وهو حاجه بنسميها الراديال كاتنج تورش، او ما يعرف بالار سي تي. الار سي تي يا جماعه، او الراديال كاتنج تورش، ده باختصار شديد كده شكل الكونفيجريشن بتاعك من فوق لحد تحت. هنتكلم على كل واحده فيهم بالتفصيل، بس خلينا ناخدها واحده واحده الاول كده. اول حاجه خالص على الالكتريك لاين، بيبقى متصل بايه؟ بكيبل هيد. خلاص، بعد الكيبل هيد لازم تقرا حاجه اسمها كولر لوكيتور، لا سي سي ال، ده تول عشان تقرا تشوف لك بالظبط الكولرات فين، عشان لما اجي اشوط بالبلازما او اقطع ما اقطعش عند كولر فالماسوره ما تتقطعش مني او ما اعرفش افشها بعد كده. لا، انا بجيبها اعرف فين الكولر بتاعي، وبالتالي انزل تحت كده مثلا عشان اقطع بالظبط ايه، مثلا وليكن 6 قدم 7 قدم 10 قدم زي ما انا عايز في الماسوره، عشان ابقى ضامن ان انا قاطع في البادي بتاع الماسوره، وبالتالي اقدر لما اجي اشد يبقى بسهوله جدا. طيب ديوال بين ده يعني زي كروس اوفر كده يعني. بعد كده سنترلايزر، وده اسمه باو سنترلايزر، يعني ده باو سنترلايزر، لان طبعا في احيانا بعض السنترلايزر زي ما نتكلم كمان شويه كده بيبقى رابر، طبعا الرابر ما بيفضلش لان ايه، ممكن يسبب لك مشاكل وتستك ما يعرفش يعمل مشكله. الباو سنترلايزر ده مشكلته ايه بقى؟ مشكلته لو في راست ولا حاجه ولا المواسير مش نظيفه فهيبوظها، هيستك. فبنقول ان مشكله الراست هنا لو جه، او يعني مثلا المواسير ما جاتش نظيفه او ما كانتش معمولها فلاش كويس، فالراست ممكن يجي هنا يسده، فبالتالي ما يقفلش، لان طبعا ده بيبقى باو يعني القطر بتاعه بياخد نفس قطر الماسوره. لكن انا مثلا وانا نازل لو انا مثلا جيت اعدي عند طول جوينت، فبتلاقي الدنيا بتضيق شويه، فلما يبقى في راست هيحشر فيها فيخلي الارم ده هو ما يقفلش، وبالتالي طبعا تبقى مشكله. اذا لازم يبقى المواسير نظيفه ومنظفه كويس، ومن شروط الار سي تي لازم قبل ما تنزل بنزل قبلها برنت جيج كتر علشان تبقى اتاكد ان الدنيا سالكه والدنيا سليمه ما فيهاش اي مشكله، وبتبقى طبعا بسايز اكبر منها. يعني لو نزلت مثلا بسايز 2 انش لازم اكون عامل جيج كتر 2 وربع على الاقل قبل ما انزلها. خلاص، فده السنترلايزر اللي فوق عشان يسنتر. بعد كده الالكتروميكانيكال انكور، ده يا جماعه اوبشنال، يعني في بعض الشركات تستخدمه وبعضهم ما تستخدموش. امتى استخدمه؟ لازم استخدمه لو انا كان عندي السترنج بتاعي مش اوبن اند، يعني لو كان مسدود من تحت بحاجه او الكلام ده كله، فلازم استخدم الانكور. الانكور ده اهو بيبقى ليه ارمز كده، اول ما بننزل تحت عند الدبس بيجي الراجل عامل مدي الاشاره بالالكتريك يعني، فبيجي فاتح الارمز دي فبيثبته في الحيطه، في الحيطه بتاعت البير يعني، او في بتاعت التيوبنج، وبعد كده كده هو اتثبت يبدا يشوط البلازما بتاعته، فيبدا ايه يعمل القطع على طول. فده بيتثبت من فوق ومن تحت باثنين سنترلايزر، ادي واحد ويبقى التاني ده ايه سنترايزر التاني. ثم بعد كده بقى عندك السنكر بار، حاجه عشان بتبقى وزنها تقيل علشان تدي وزن معاك وانت نازل، بالذات عند السيرفس فوق، لان طبعا بيبقى الوزن ايه ضعيف والجاذبيه قليله. دي الايزوليشن سب. الايزوليشن سب ده يا جماعه زي ما هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه، دي حضرتك عشان لما تشوط البلازما تعمل عزل عن التولز اللي فوق، ما تخليش البلازما تطلع تبوظها او غيره او كده. الثيرمال جنريتور ديت حاجه عشان تعمل لها ديتونيشن، ف طبعا مش ديتونيشن يعني، ده عشان توصل ايه تدي الاشاره بالحرق يعني، عشان تبدا الحرق بتاعك. تمام، ده الاكستنشن اف نسيسري، ده حضرتك الراديال تورش بتاعك اللي هو الار سي تي اهو، واخد بالك بيبقى ليه نزل من تحت كده، في هنا نزل عشان لما يجي يحرق يعني، فالنزل دي بتبقى موجوده من تحت هنا، ده في هنا حاجه اسمها سليف، في هنا حاجه اسمها ايه سليف. فحضرتك ده الار سي تي، وانس ان انا حصل ان انا اديت اشاره فتكونت الباودر ده اتحرق، ويبدا يطلعها من السليف ده، وانس ان البريشر هنا بقى اعلى من اللي بره، فالسليف ده يتحرك داون، وبالتالي يسمح بالبلازما انها تطلع، وتطلع بسرعه كبيره فتقطع لك الايه الماسوره. طيب حضرتك احيانا بيكون الدبس بتاعي اعلى من 4000 او غيره، فاضطر ان انا احط اكستنشن من البلازما علشان يبقى ابقى ضامن القطع، يبقى قطع كويس. لازم بنسميه الراديال كاتنج تورش اللي هو الار سي تي بتاعنا، وده الاكستنشن بتاعه. طيب ده سوكت يا جماعه، ده عشان يربط الايه البريشر بالانس انكور. ايه بقى البريشر بالانس انكور؟ حاجه كده يا جماعه بتسبب وزن، يعني وزنها بيبقى حاجه وزن تحت يعني،
اد وزن معايا من تحت او بتضيف وزن معايا من تحت عشان لما البلازما تطلع منها ما تنطرش فوق او تعمل جامب في السترنج وبالتالي تعمل لي مشكله كبيره جدا. فلازم يا اما متسنتره من تحت ومن فوق، من هنا سنكر بار عشان يدي وزن، ومن تحت من هنا ببريشر بالانس انكر علشان يعادل البريشر بتاعنا وهكذا. بعد كده في الاخر خالص يا جماعه بيبقى عندك حاجه من اتنين، يا اما احط زي ما انت شايف كده اهو اوبشنال رابر فينجر سب، او بنسميها سنترايزر عباره عن رابر فينجر سب. دي مشكلتها خطيره جدا، ان انت زي ما انت شايف كده رابر على شكل الصليبه تمام، فالحته اللي فوق بتاعتها ده اهي ممكن بتنتهي، طبعا الرابر ده بينتهي عشان ياخد القطر اللي وانت نازل ما يحوشلكش اي حاجه، لكن ممكن في الثانيه بتاعته ده اهي يبات على الصب اللي موجوده دي فيديك قطر كبير، فتلاقي حشرت معاك مثلا لما تيجي تعدي من كولرات من جارات من الحاجات دي ما تلاقيش تعدي بقى وتعمل لك مشكله. فالانسب والصح ان احنا بنستخدم ايه؟ لا بنستخدم سنترلايزر تاني اللي هو بنسميه الباو سنترلايزر برضو، بس بيبقى ايه شكله افضل وبيسنتر وفي نفس الوقت يبقى معاه حريه حركه اكبر زي الايه اخواته التانيين اللي فوق. ده باختصار شديد كده ايه فكره عامه، تعالى ناخد عنهم ايه فكره بشكل عام. ادي الراديال كاتنج تورش زي ما انت شايف اهو، بيبدا اول حاجه جنرال كونفجريشن من الكيبل هيد اسمبلي من فوق، وراها سنترلايزر سب زي ما احنا قلنا اهي، واخد بالك ديت علشان ايه ويز الكتريك فيد ثرو يعني زي ما بنقول اهو. بعد كده الكيسنج كولر لوكيتور او الاس سي ال يعني كيسنج كولر لوكيتور عشان اعرف الكولرات بتاعتي فين وبالتالي ما اقطعش في كولر او ما يحصلش مشكله. بعد كده السنكر بار، وده بنقول اوبشنال ويز الكتريك فيد ثرو يعني ممكن يبقى فيه الكتريك فيد ثرو او لا، بس بنقول ده السنكر بار ده احيانا بيبقى ضروري واحيانا لا، بس يعني معظم الاحيان بنستخدمه علشان يدي تقل. ايزوليشن سب او ان بيسموها ان الكتريك جو تايب دوال بين سب يعني. بعد كده بنقول عندك في هنا الايزوليشن سب اللي بنقول عليها. بعد كده في عندك الثيرمال جنريتور اند سب وهنتكلم عليه بالتفصيل. وبعد كده الاكستنشن بتاعنا لو احنا محتاجينها زي ما قلنا از نيدد يعني لو انت محتاج اكستنشن للار سي تي بيبقى معاك. بعد كده الار سي تي تول نفسها، ودي بتتكون من ايه بقى؟ بعدها على طول الار سي تي ده بيبقى موجوده والنوزل بتاعتك هنا اللي بيطلع منها البلازما وده السليف اللي بيطلع لفوق وهكذا. ثم بعد كده بيبقى موجود عندك حاجه اسمها بريشر بالانس انكور اسمبلي بيبقى موجود تحت. ثم اخيرا بيبقى عندك بقى ايه رابر سنترلايزر او بنسميه سنتر سنترلايزر فينجر اللي هو بالرابر، او بوتوم سنترلايزر او سنترلايزر سب، وقلنا كل حاله منهم ايه، والافضل ان انا ما استخدمش الرابر ده لانه بيعمل مشاكل زي ما اتفقنا خلاص. فبنقول ان اوبشنال ميكانيكال او نيوماتيك سيت اوف جارز may also be used with assembly، احيانا ممكن تستخدم جارات بس ده طبعا يعني كريتيكال يعني. طيب ادي اول حاجه نبدا بقى ناخدها بالتفصيل الممل، ده اول حاجه خالص الار سي تي. ادي الار سي تي يا جماعه ده عباره عن ايه؟ فيول باليتس يعني باليتات من الفيول يعني من الباودر بتبقى موجوده وتحت تاثير الحراره يعني بتطلع البلازما بتاعتنا من خلال النوزل سيكشن زي ما هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل الاول. فبنقول عباره عن ايه؟ الار سي تي عبارة عن is a cutting device used to sever عشان تقطع التيوبنج او الكيسنج او الدريل بايب او الكور تيوب، كل حاجة حسب مقاسها خلاص. طيب تاني حاجة بنقول ايه the RCT performs this task without the use of high explosive or dangerous chemicals، يعني هو بيعمل المهمة دي من غير explosives ولا chemical عشان هو بيسموه patent يعني اختراع او واخد براءة اختراع عظيمة جدا انه بيعمل الجوب العالمي ده. بيعمل ايه بقى هو او بيستخدم ايه؟ نقول ال RCT utilizes يعني بيستخدم a new technology which consists of a mixture of various powdered metal وتورش body and nozzle section. يعني هو عبارة عن ايه بقى باختصار ال RCT؟ تورش هو عبارة عن mixture of powder metal يعني ده عبارة عن powder، بالك انت ازاي؟ دي عبارة عن powder metal عبارة عن fuel يعني بنسميها fuel pellets عبارة عن mixture of various powdered metals. وتورش بادي ده التورش بادي بتاعنا اللي هو بيبقى موجود فيها، وعندك بقى النوزل سيكشن ده اهو بيبقى عليها سليف او سلايدنج سليف. وانس ان انا اديت الاشاره من فوق وحصل ان البريشر هنا علي معايا فالسليف ده يتحرك فيفتح المجال للنوزل ان هي تتحرك، وبالتالي حضرتك تلاقي البلازما بتاعتك طلعت بسرعه عاليه جدا تحرق لك الماسوره وتقطعها وبسهوله جدا خلاص. يبقى بقول there is no detonation with the action of the ار سي تي، مفيش ديتونيشن، ولكن هو بيستخدم كخاصيه اشبه بالاوكسستيلين. يبقى بنقول هو ذا رياكشن كان بيست بي ديسكرايبد از ا بيرن وذ افيشنت وذ افكت بينج سيميلر تو ذا اوكسي اسيتيلين كاتنج تورش. يعني هو بالظبط تماما زي الاوكسستيلين وهو بيقطع هو اشبه بيها اللي هو الار سي تي ده بالظبط اللي هو فكره البلازما يعني.
طيب بنقول اهو النوزل سيكشن زي ما احنا عارفين اهو ده اللي احنا بنحكي عليه، فبنقول اهو located at the lower end of the torch، ده موجود في اللور اند اوف ذا تورش، موجود في عدد التورش بتاعنا اهو ده في اللور اند ايه بتاعنا خلاص. طيب بيكون من ايه بقى؟ بيقول لك بيكون من كربون اليمنتس ذات اكت از هيت بارير فور ذا ستيل نوزل، هو بيكون من ايه؟ من جزيئات كربونيه بتعمل على كهيت بارير يعني. طيب ثاني حاجه الثريدد نوزل، النوزل بتاعتنا خلاص، النوزل بتاعتنا ديت بتبقى مربوطه ايه بثريد كده. طب ثالث حاجه ذا درايفر او ذا دايفرتر سوري، عشان الدايفرتر ده عشان ما يخليش البلازما تطلع لفوق يعني خلاص، وبعدين الكاب عشان يحمي كل ده. بقى السليف بقى والسلايدنج سليف ده يا جماعه ده اول ما البريشر ما بيعلى جوه هنا ويبقى اعلى من التيوبنج اللي بره على طول اوتوماتيك هو بيفتح، وعشان كده اول ما بيفتح خلاص بيطلع البلازما وتبدا ايه تحرق ايه على طول. ذا نوزل سيكشن از بروتكتد فروم ذا ويل بور فلويد باي مينز اوف ا سليف ذات سلايدز اوت of the way upon ignition exposing the nozzle to the well bore for the cutting. اللي احنا بنقول اهو once ان حضرتك البريشر بتاعك عالي جواها عن اللي موجود بره التيوب بيجي السليف ده اوتوماتيك فاتح وبالتالي بيحصل له سلايدنج وبالتالي يسهل لك ان انت النوزل دي ان هي تقطع تعمل لك ايه exposing the nozzle to the well bore for cutting. تمام؟ طيب طيب الميكانيزم بقى كمان يا جماعه بتاع الار سي تي في القطع عامل ازاي؟ بنقول اهو ذا باودر ميتال ميكس، الباودر ميتال ميكس ده اهي. فبنقول بقى ان الار سي تي الميكانيزم بتاعه بنقول ايه؟ ذا باودر ميتال ميكس از بريست انتو سوليد دونات شيب باليت، يعني بتبقى محطوطه كده الباودر ده على شكل ايه؟ باليتات كده في شكل الدونات، الدوناتس اللي هي بتاعت ناكلها دي بس بشكل موجوده هنا كده، واخد بالك انت ازاي؟ That are then stacked into elongated part of the torch body، يعني بتتحط بشكل ايه elongated زي ما انت شايف كده، حته فوق حته فوق حته فوق حته وهكذا. تمام؟ طيب بعد كده the pellets are held in place in the body of the torch with an aluminium baftigon disc and snap ring، يعني هي بتبقى موجوده هنا وبتتثبت من فوق ب حاجه اسمها الومنيوم ديسك اند بافتجون الومنيوم بافتجون ديسك اند سناب رينج، اللي هي بتبقى حضرتك متثبته بالجزء اللي هنا ده. تمام؟ طيب بنقول بعد كده ايه؟ ذا نيو بافتجون ديسك از ان الومنيوم ديسك ذات الاو ذا ثيرمال جنريتور تو افكتفلي بنتريت ذا ديسك ديورنج ذا انيشيشن. فبنقول البافتجون ديسك ده برضه doesn't need to be removed barrier to assembly، يعني ده ما محتاجش ان انا اشيله، بيبقى موجود عندي عشان يبقى يثبتها يعني خلاص، وسناب رينج طبعا عشان تقفل عليه. طيب ايه كمان؟ بيبقى عندك بقى في حاجه اسمها ايزوليشن سب، ايزوليشن سب. طيب بعدها على طول ايه فكره الايزوليشن سب ده يا جماعه؟ بنقول ذا نيو ايزوليشن سب تو بروتكت ذا تولز لوكيتد اباف ذا ار سي تي سيستم فروم بينج دامجد باي ذا مولتن بلازما جنريتد دورينج ذا كاتنج بروسيس. يعني حضرتك اول ما بحرق اول ما بدي الاشاره ويبدا البلازما تطلع من هنا، فحضرتك البلازما دي ممكن تعمل جامب في الاستنج او ممكن تعمل اي مشكله او تهرب حتى حوالين التورش من هنا. حضرتك الايزوليشن سب دي بتبقى فكرتها ان هي بتعزل الجزء اللي فوق عن اللي تحت خلاص، فدي مهمه جدا. يبقى نيو ايزوليشن سب تو بروتكت ذا تولز لوكيتد اباف ذا ار سي تي سيستم فروم بينج دامجد، طبعا زي السي سي ال وزي السنكر بار وزي الحاجات دي كلها. فبنقول وفي الواقع او in practice certain well conditions can cause the molten plasma in the torch to move upward into the tall string and cause great damage طبعا للسب السنكر بار والكولر ليكيتور والاذر تول زي ما قلنا ان احيانا بيحصل جدا الحاجات دي. فبنقول the isolation sub act like a check valve to prevent the plasma from entering the tools above the RCT. خلاص يبقى زي ما حكينا عليها هي بتعمل ك تشيك فالف عشان تمنع البلازما دي ان هي تهرب معاك او تعمل لك اي مشكله لفوق. طيب احنا بنقول في حاجه اسمها اكستنشن ادابتور، يعني انا احيانا اهو بضطر ان انا احط اكستنشن، انا عندك اهو ده الار سي تي واحيانا بضطر احط له اكستنشن كمان. طب ليه الاكستنشن ده اللي بضيفه؟ فواقع الامر ان الاكستنشن ده عشان يدي قوه اكبر في القطع. بقول هو ذا اكستنشن ادابتور از سمول سيكشن اوف ماشيند تيوبنج لودد وذ ذا سيم باليتس of the main section of the RCT، هي نفسها يعني امتداد للRCT تورش بتاعنا. طيب
All the adapter has a male thread section on the lower end and a female thread section on the upper end. يعني هو ميل من تحت زي ما انت شايف كده وفيميل من فوق، عشان كده تقدر تركبه تلحمه هنا في التورش وبعد كده تدخله فوق في الجنريتور اللي هو بتاعنا. طيب the male thread section of the extension is mated into the female thread section of the RCT. بنقول both ends of the extension are sealed with an aluminium buffeting on disc and snap ring. وطبعا بيبقى في O-ring are provided with the adapter. ده محطوطه معاك هنا برضو O-ring معاك. بنقول بعد كده the extension adapter ده بيستخدم ليه بقى؟ زي ما قلنا هو is used to increase the load capacity of the basic RCT. يبقى the extension adapter is used to increase the load capacity of the basic RC بتاع البيزك ار سي، يعني بمعنى ان هو بيكبر قوه القطع وبالتالي بيبقى اسهل ليا ان انا اقطع بيه. بقول له the standard RCT without extension adapter is used when the hydrostatic pressure is below 4000. يعني انا دلوقتي العادي خالص من غير الاكستنشن لو كان الهيدروستاتيك بريشر اقل من 4000. طب لو اعلى من 4000 يبقى لازم احط اكستنشن. يبقى بنقول له the extension adapter is added when the hydrostatic pressure is above 4000، او احيانا لو كانت القطعه مش متسنتره فبتبقى فيها مشكله فبضطر ان انا احط له اكستنشن. Or when a higher degree of cutting is needed such as an uncentralized cutting conditions or cutting tail pipe. طيب ايه كمان بقى يا جماعه؟ في حاجه اسمها البريشر بالانس انكور، ده بيبقى تحت الار سي تي على طول. البريشر بالانس انكور ده زي ما انت شايف كده الانكور اهو اللي بنسميه بي بي اي. ده باختصار شديد بنقول از بيتنتد انكور، يعني هو براءه اختراع برضو. بيتنتد انكور سيستم ذات يوزز ستيت اوف ارت داينامكس تو ستابيلايز ذا ار سي تي ديورنج ذا كاتنج اوبريشن. حضرتك اثناء الكاتنج اوبريشن الانكور ده بيساعدك علشان ويت ا مينت. يبقى بنقول يا جماعه البريشر بالانس انكور ده بيعمل ايه؟ بيعمل استابلايز ذا الار سي تي اثناء القطع بتاع الاوبريشن بتاعنا وانا بقطع يعني، فبيعمل لها استابلايزيشن عشان ما تحصلش مشكله. بنقول اكستريم فورسز كوزد باي رابيد بريشر انكريسز اند فلو فيلوسيتيز ويل كوز ذا ار سي تي تو ديفلوب ا ثراست اليمنت and move up the hole when fired. يعني اول ما حضرتك ما تفير هيحصل ان انت ممكن تحصل لها جامب لو هي مش موجوده دي. فبالتالي احنا بنحط البي بي اي ده، البي بي اي هارنسز، يعني هارنسز ذيس فورسز سو ذات ذا موفمنت اوف ار سي تي ديورنج ذا كاتنج اوبريشن از بريفنتد. يعني هو بيمنع الحركه ديت وبالتالي بيسبب ان الار سي تي تبقى متسنتره بالظبط وتقطع في المكان اللي احنا عايزينه. بقول ذا بريشر بالانس انكور كونسيستس اوف cylindrical body approximately the same diameter as the RCT. نقول ان هو نفس القطر بتاع ال RCT، وبنقول ان عندك ال BBA cylinder is connected to the bottom of the RCT. بنقول the BBA cylinder is connected to the bottom of the RCT by means of a socket that slides over the end and the cap، وبالتالي بتخليها في موجوده في مكانها hold it in place with six screws. يعني حضرتك ال 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 الانكور ده او الانكور اكستنشن او البي بي اي بشكل عام ده بيبقى متثبت تحت، بيبقى فيه سوكت هنا، بيبقى فيه موجود حاجه اسمها ست سكروز اللي بيثبت الحاجه موجوده عندي وبالتالي ما يخليهاش تهرب مني. طيب بنقول اهو البريشر بالانس انكور، فبنقول السمولر فيرجنز اللي هي ال 1116 وال 1.5 وال 1.38. بنقول ان البريشر بالانس انكور ده فيه سايزز معينه منه، فبنقول السمولر فيرجن اللي هي ال 1116 وال 1.5 وال 1.38 من ده دايما بيبقى على تو بارتس، يبقى كمز وذ تو بورت هولز، بيبقى فيه تو بورت هولز اون ذا بوتوم اند زي ما انت شايف كده، بيبقى فيه اثنين بورت في الحته ديت اند ذات هاوس رابر فينجرز يوزد از سنترلايزر. لو بيبقى عندك هنا بيبقى ايه موجوده هنا اهي ان هي بيبقى في السنترلايزر، بس قلنا ان عيب الرابر سنترلايزر ان هو ممكن لما يجي هو نازل كده مثلا ينتني لورا فممكن يريح على الشفه اللي موجوده هنا فيديك قطر اكبر من قطر الماسوره فتلاقيه حشر ووقف معاك عند حتت معينه مثلا زي النبل زي الجارات زي الحاجات دي كلها. ده من العيوب الرئيسيه. وال larger versions اللي هي ال 2 انش يعني اند اباف should be centralized with conventional mechanical bow spring type centralizers.
بنقول البريشر بالانس انكرز للواحد وثلاثة اتمان والواحد ونص ار سي تي، يعني ار ميد اوف الومنيوم اند كم انتو سيكشنز. ذا ابر سيكشن از كولد ذا بي بي اي بالانس اكستنشن اند ذا لور سيكشن از كولد ذا بريشر بالانس انكر. زي ما انت شايف ايه بالظبط كده اللي هو الوضع ده. بنقول all the other pressure balance anchors are made of steel وبنقول some assembly is required with them. طيب يبقى عندك حاجة في غاية الأهمية بقى يا جماعة دلوقتي، حاجة اسمها thermal generator. thermal generator ده يا جماعة هو ده اللي بدي الإشارة، ده اللي بيعمل عملية الايه الإجنيشن بتاعتك، وبالتالي يحصل لك كل الايه الشغل اللي انت بتشوفه. يبقى بنقول the thermal generator is a resistorized device requiring a firing current، بيبقى محتاج firing current من حوالي 1 امبير لمده 10 الى 30 ثانيه عشان يتاكتف. بيعتمد على الويل تمبريتشر طبعا والاير لاين كونديشن تو انيشيت عشان يبدا الايه الشغل بتاعه يعني. فنقول الثيرمال جنريتور بيتكون من فليمبل سوليد كومبوزيشن، ده الثيرمال جنريتور بتاعنا اهو، بيتكون زي ما من حاجه اسمها فليمبل سوليد كومبوزيشن. It can therefore be shipped with the RCT as a flammable solid. طبعا ده الكود بتاعها. بنقول the thermal generator mates يعني بيتربط directly into new thermal generator sub اللي هي UN، ده بيتربط في ده يعني. بالك ده thermal generator sub وده thermal generator اللي ده بيتربط في ده. طيب. It is held in place with a snap ring وبالتالي بيحصل ensuring positive grounding. بيتحط هنا ده الاورنج بتاعته وبيتثبت بحاجه اسمها سناب رينج عشان يبقى ثابت. نقول انيشيشن مي بي اكومبليشد وذ ايذر، بنقول اهوت انيشيشن مي بي اكومبليشد وذ ايذر اي سي كرنت اور دي سي كرنت. بنقول برضو ذا بروبر بروسيجر تو انشور ا بوزيتيف انيشيشن از سلولي رامب ذا فاريانس تو امبير، نبدا تعلي الامبير واحده واحده كده وتستنى تعمل عليها هولد لمده 15 ثانيه. بنقول if the thermal generator hasn't fired after 15 second very slowly ramp the current upward. برضه مره ثانيه عيد الموضوع بس ايه من 0.1 امبير increment لحد ما توصل لل until a break is achieved لحد ما توصل للقيمه اللي انت عايزها. بنقول هنا يا جماعه برضه thermal generator ناخد بالنا منه قوي. thermal generator ده لازم اما اجي اعمل الجوب اعمل له function test يعني. بنقول when performing a functionally check on the thermal generator A resistance reading لازم تبقى من 45 ل 55 اوم must be read على الجلفانومتر، طبعا لازم تقرا القيمه ديت. بنقول بعد كده if the resistor reading is outside the range don't attempt to use ما تستخدمهاش، ولكن return the thermal to the factory for replacement يعني رجعها للمصنع عشان يعمل لها replacement. فبنقول لو التشيك بتاعك within acceptable range install it in the thermal generator sub and attach to the isolation sub. يعني لو كانت دي بتقرا القرايه بتاعتك سليمه هتحطها جوه الثيرمال جنريتور سب وتقفل عليها من فوق بالايزوليشن سب بتاعتك. طبعا زي ما بنقول ان احنا بنعملها سكيورنج بالسناب رينج اللي احنا بنقول عليه. طيب نقول تشيك ذا ثيرمال جنريتور اجين فور بروبر ريزيستنس ريدنج مره ثانيه تعمل عليها ثاني. لو ما عملتش لا قدر الله اف ذا ريزيستنس از اوت سايد ذا اكسبتبل رينج تشيك بيرفورم ا كونتينيوتي تشيك اون ذا سبس اند ريبليس ذا سبس اف نيسيسري. لو ما عملتش تاني بقى ممكن تغير الصبات اللي فوق لانها ممكن تكون هي اللي باظت او عملت اي حاجه فيه. طيب الثيوري اند اوبريشن ايه هي بتشتغل ازاي الار سي تي؟ فكرتها ايه؟ بنقول اهو ذا راديال كاتنج تورش اسمبلي از لورد انتو ذا ويل اون ان الكتريك واير لاين تو ذا ديزايرد ايه ديبس، يعني هو بينزل على واير لاين لحد الديزايرد ديبس لحد وببقى عارفها من خلال الكولر لوكيتور. بعرف بالظبط الدبس بتاعي من خلال الكولر ليكيد. طيب بول كرنت از باسد ثرو ذا واير لاين تو ذا ثيرمال جنريتور، الكابل بيوصل كرنت لحد الثيرمال جنريتور بتاعنا اللي موجود هنا، واخد بالك انت ازاي؟ ثم بعد كده ذا ريزيستور ان ذا ثيرمال جنريتور از هيتد تو اجنيشن تمبريتشر، يعني الريزيستور الموجود هنا بيسخن لحد الاجنيشن تمبريتشر، فلما بيسخن بيأثر على طول. ادي عندك اهو الار سي دي وراها على طول. ذا جنريتور كرييتس هيت، بيعمل حراره عاليه قوي to ignite the main load. خلاص؟ وبالتالي this ignition او الignition of the main load is fueled by the release of oxygen in the mixture. يعني حضرتك هنا بيبقى في بيحصل ريليز للاكسجين مع الفول اللي موجود هنا فبيسبب لك اللي the product بتاعك اللي هو بيحصل ايه؟ بيبقى عباره عن بروسيس the by product of this process يعني الناتج عن العمليه ديت عباره عن heat in the form of highly energized molten plasma.
بينتج هنا مولتن بلازما عاليه جدا، وبالتالي المولتن بلازما دي هي اللي بتقوم لك بعمليه القطع. This heat generated in the torch that also causes an increase in the internal pressure، بتعلل البريشر اللي موجود هنا داخليا، وبالتالي بيسمح للسليف ان هو يفتح. يبقى once the pressure in the torch exceeds that in the well bore the sleeve converting covering the nozzle slides down، يعني بينزل لتحت، وبالتالي exposing the nozzle to the well bore. اهو هنا السليف ده بينزل لتحت كده، وبالتالي النوزل تفتح، وطبعا المولتن بلازما بتعمل ايه الدنيا. يبقى the molten highly energized plasma escapes the torch body through the nozzle and diverted 90 درجه toward the inside diameter of the tubing، وبالتالي بتعمل لك عمليه الكاتنج اللي بتعادل. at this point the molten plasma has a consistency، يعني قوه يعني او تماسك، and a cutting action of 6000 degree of the sand blast، يعني ما يعادل 6000. طبعا انت تعرف القطع بالرمل والقطع بالميه والحاجات دي، البلازما بتعادل في قوتها اكتر من 6000 من الساند بلاستر. تمام. فبنقول هو ايه بقى البركوشنز اللي لازم اخدها معايا وانا شغال بالار سي تي؟ اول حاجه يا جماعه وانا نازل نو سنابنج. يعني ايه؟ حضرتك لو انا وقفت وتيجت خلاص ما اقعدش بقى اضرب جارات ولا حاجه، ممكن اكسر النوزل ده ويعمل لي مشكله، او اكسر السليف ده وتفتح البلازما وتبقى عامله لي مشكله. لا، يبقى نو سبادنج. نقول ذا براكتس اوف سبادنج لورنج ذا واير لاين ات ايفر انكريزنج فري فول سبيدز از ان ان اتمبت تو باث ثرو اور موف ان اوبستراكشن اور ريستريكشن ان ذا ويل شود نيفر بي اتمبت. يعني ممنوع تحاول انك تعمل جيركنج او تعمل السبادنج او تقعد تدي جيركنج وانت نازل عشان تعدي ريستريكشن ولا حاجه، لا ده ممنوع. ثاني حاجة بنقول spudding can cause damage to the torch and a sudden ingress of the wellbore fluid and pressure to the main load that can result in premature ignition. والله حضرتك الجيركنج ده ممكن يعمل premature ignition هنا، وبالتالي تلاقي البلازما قطعت في حتة مش بتاعتها. طيب لو في عندك بقى plugged tubing تتعامل معاها ازاي؟ ده يبقى ده أول حالة اللي هي no spudding. الحالة التانية لو في plugged tubing. نقول tubing that is plugged or that is collapsed or restricted in any way، يعني when fired in these cutting situations the RCT will become unbalanced، يعني ال RCT ساعتها مش هتبقى balanced and will be lifted upward by the escaping plasma. يبقى حضرتك هنا ساعتها الكاتنج ستيشن الار سي تي ساعتها هتبقى مش ما فيهاش بالانس يعني، وتبقى يحصل لها ليفت ابورد يعني تطلع لفوق باي سكيبنج بلازما، وممكن تدمر بقيه التول. نوت اونلي ويل ذا ار سي تي نوت كات ذا تيوبنج، مش بس مش هتقطع التيوبنج ولكن هتعمل سيفير دامج ويل اوكر تو ذا تول سترينج اند ذا تولز اباف ذا ار سي تي. طبعا هتدمر الحاجات اللي فوق الار سي تي، وكمان ممكن تلحم في قلب الماسوره. واخد بالك؟ مش بس كده اهو، above the RCT will be thermally gutted la solution sub may prevent some، لكن بيقول برضه كمان ال RCT will also sustain damage and can weld itself to the tubing، يعني ممكن كمان تتلحم هي جوه الماسوره وتعمل لك مشكله. فبالتالي لا، في البلاك ديت لازم ان احنا بننزل بقى بانكر عشان نشتغل ايه بيها من غير ما يحصل مشكله. فبننزل ساعتها لو هي بلاكد بننزل بالكتريك ميكانيكال انكر عشان نحل المشكله دي. طيب بنقول اهو نو بامبنج وايل رانينج، ممنوع تستخدم البامب اثناء ما انت بترن. يبقى ذا ار سي تي شود نوت بي ران وين بامبنج انتو ذا ويل ذات از توكينج فلويد. بنقول اهو فلويد موفينج باست ذا ار سي تي ماي ديستابلايز ذا ار سي تي اند كوز ات تو موف ديورينج ذا كاتنج اوبريشن. وبالتالي حضرتك 2000 قدم من الميه لابد ان تتوفر فوق الار سي تي او الانكور بتاعك. خلاص يبقى لازم حضرتك الفلويد موفينج باست ذا ار سي تي ممكن يعملها ممكن ما يعملهاش ستابلايزيشن، وبالتالي بنطلب دايما 2000 قدم على الاقل من الميه تكون موجوده فوق الار سي تي عشان اقطع كويس. طيب ران جيجز بارير تو رانينج ار سي تي، لازم يا جماعه قبل ما انزل بجوب الار سي تي لازم انزل بجيج كتر ويكون مقاسه او السايز بتاعه اكبر من السايز بتاع الار سي تي. يعني لو نزلت ب 2 انش انزل بالجيج كتر 2.25. يبقى ران جيجز بيرير قبل رانينج الار سي تي. فبنقول اهو ادريفت جيج ماست اولويز بي ران بيرير تو رانينج ذا ار سي تي تو انشور ذات ذير از نو اوبستراكشنز
or resist restrictions in the well bore that would prevent the tool string from getting to the depth. فبنقول dummy run without the live RCT may must be run whenever a no-go gauge is used. فبنقول this will ensure that the RCT will pass through any restriction or obstruction in the well bore. فبنقول اهو برضو الحاجة المهمة جدا never, الحاجة بقى رقم خمسة من ضمن البركوشنز, never remove sliding sleeve. sliding sleeve يا جماعة اللي بيبقى موجود اهو ممنوع حد يشيله. ليه؟ لأن زي ما قلنا ممكن يعمل لك مشكلة ويعمل premature ignition في النقطة دي. don't remove the sliding sleeve from the torch as damage may occur to the O-ring when repositioning the sleeve onto the RCT. خلاص؟ انت ممكن تيجي تركبه تاني تدمر الاورنج وبالتالي تعمل مشكله كبيره جدا. This will cause the damage to the RCT and will cause the RCT malfunction. يبقى ممنوع ان انت تشيله وترجع تركبه, هو بيجي زي بحالته زي ما هو كده. بنقول اهوت ايه بقى الماكسيمم راننج سبيد, الماكسيمم راننج سبيد للجوب بتاع الار سي تي. بنقول the maximum running speed for the RCT system in clean unrestricted and unobstructed tubing, يعني ما فيهاش اي restrictions التيوبنج ديت يعني او كيسنج او درين بايب, عباره عن 300 feet per meter يعني 300 feet للدقيقة الواحدة, provided a dummy gauge run has been made prior to running the live RCT. طيب دي بقى المقاسات بتاعتنا يا جماعة بتاعت الـ RCT, وناخد بالنا قوي من النقطة ديت. فبنقول اهو عندك مثلا المقاسات بتاعتنا بيبقى بالكودات بتاعتها, يعني على سبيل المثال ده البارت نمبر والديسكريبشن بتاعها والريكومندد يوز والبريشر بتاعها. على سبيل المثال لو انا عايز اقطع مثلا في الثلاثة ونص تيوبنج اهو بيبقى من البريشر بتاعك من 0 لحد 4000, فبقول بنزل بكام؟ معاك بالاثنين ونص انش, ده الديسكريبشن الاوتر دايمتر بتاعتك, وبيبقى الار سي تي بتاعتك الرقم بتاعها ار سي تي كام؟ 2500 ل 200. خلاص 2500 200 ده البارت نمبر بتاعها, بقول بنزل بالاثنين ونص بتاعتك عشان اقطع في الار سي تي, وبنقول ان اقل حاجه خالص تقطع في الار سي تي هي الاثنين انش وممكن الواحد وربع, وممكن الواحد وربع لكن مش اقل من كده. ال 1116 ما تنفعش في ال 3.5 خالص تيوبنج يعني. خلاص فانا بقول اهوت عندك البارت نمبر ار سي تي 2500 لحد 200, يعني ده البارت نمبر بتاعك. بقول الاوتر دايمتر بتاعها حوالي 2.5 بستخدم علشان اقطع 3.5 تيوبنج, والبريشر بتاعي من 0 ل 4000. طيب في حاله ما كانت هي بلاكد تيوبنج يعني مقفوله من تحت, لازم اعمل لها حاجه اسمها بيرفوريشن, يعني لازم اجيب حاجه اسمها الكتريك لاين بيرفوريتور او بنسميه الكتريك لاين جان, او يعني الكتريك لاين بيرفوريتور ده اللي بنسميه عليها ايه اللي احنا بنحكي فيه يعني. فبنقول مثلا الار سي تي 2500 اللي احنا بنحكي عليها ديت هتحتاج لها على الاقل 12 شوت علشان تشتغل, اللي احنا بنقول عليها الايه الكتريك لاين جان بتاعنا, او اللي بنسميه الالكتريك لاين بيرفوريتور يعني علشان ينزل يفجر ال 12 شوت بتاعنا عشان يفتح السترنج وابدا اشتغل بيه. فكل واحده فيهم لها عدد من الشوتس معينه حسب اللي احنا حكينا فيه. ده كان درس النهارده يا جماعه, اتمنى يا رب اكون قدرت اوصله بشكل سلس وبسيط, وبكده نكون انهينا هذا الشق من انواع من في جزء الاستاك, وهو ازاي ان انا اقطع السترنج بتاعي بوسائل متعدده. وان شاء الله نبدا بقى من المحاضرات الجايه نستمتع بالفيشنج ونعرف ازاي هنعمل فيشنج لاي حاجه تقابلنا. بشكركم جدا ليكم جدا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.